حلقة جديدة من عمايل إيديا. النهاردة هنعمل مع بعض ثلاث وصفات حلوين جدا. أول وصفة معانا هتكون الفيكاتا، هنعملها بصوص الليمون. تاني وصفة معانا هتكون سلطة الديتوكس. وتالت وصفة هنعمل فطار لذيذ جدا، الفول مع الخضروات، الشبت والبقدونس والكزبرة. مكملين مع بعض مشوار 60 يوم نوصل للوزن المثالي مع بعض بإذن الله، وهيكون في ثلاث فايزين إن شاء الله هندلعهم آخر دلع. نطلع فاصل ونبدأ مع بعض. مع بعض اول وصفه معانا هتكون البيكاتا، هنعمل اللحمه بصوص الليمون، حاجه هتكون خفيفه بس في نفس الوقت برضو طعمها يبقى حلو جدا. عندي اللحمه البيكاتا قطعيه البيكاتا، واهم حاجه عندي تكون من غير دهون. عندي اللبن خالي الدسم، وهنحط معلقتين من الكريمه اللايت. عندي الصويا صوص اللايت، ليمون والزعتر والبصل. اول حاجه هعملها هحط رشه زيت صغيره، هحط البصلة وهبدأ عايزة ايه احمرها شوية. زي ما اتفقنا عايزين نصحى من النوم دايما، اول حاجه نعملها نشرب كوبايه ميه دافيه شويه ونعصر عليها نص ليمونه، ده يكون بدري جدا. نفطر بدري، نفطر حاجه تدينا طاقه. عملنا مع بعض وصفات كتير جدا للفطار، ولسه النهارده كمان ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفه من الوصفات الحلوه والتغيير، ونحط دايما نضيف الاخضر معانا في كل وجباتنا. المشويات نحاول نكتر منها، او اللي ندخل الفرن او نحط في الكيس الحراري، كل ده بيدي طعم حلو جدا وبيكون زي ما بنقول ني في ني، بيطلع حلو قوي. هسيبها نشويها على الناحيتين، نسيبها تاخد الشوى بتاعها كويس جدا، عايزينها تستوي حلو. هحط شويه ليمون صغيرين عشان نكمل الليمون في الصوص، بس الليمون بيساعد معايا في السوى اهو كده. اوكي، زي ما اتفقنا احنا ممكن نبدل اللحمه، نبدلها بصدور الفراخ، بتطلع طعمها حلو جدا. عايزين نلعب رياضه، الرياضه مهمه جدا. ممكن نحرق الدهون عن طريق المشي، عن طريق نطلع السلم، عن طريق الرقص. والرقص من الحاجات الكويسه جدا اللي هي بتطلع طاقه، بتطلع نيجاتيف انرجي او الطاقه السلبيه اللي عندنا. وبرده في تمارين بنعملها مع الاطفال عملناها قبل كده، برده ممكن نرجع نشوفها تاني. حديثي الولادة أو دلوقتي بيكون في الأماكن اللي موجودة بتخلينا نروح بالأطفال، دي كلها حاجات تبقى حلوة جدا إن احنا نعملها مع أولادنا. كده أنا عايزاها تستوي ونشويها شوية حلوة، أو نشوحها الأول تشويحة مظبوطة، ونعمل الصوص وكله كده. الصوص وكله نعمله في حاجة واحدة، مش عايزين نوسخ حاجات كتير. زي ما اتفقنا عايزين نبقى جاهزين الأكل بتاعنا من قبلها، يعني الأسبوع النهاردة مثلا لو هنقول النهاردة يوم السبت أو الحد اللي هو أول الأسبوع عندنا، أو حتى الجمعة نبدأ إن أنا أعمل الفود بلان بتاعتي أو الميل بلان بتاعتي للأسبوع، أظبط الأكل بتاعي. لو أنا عرفت أظبط الأكل بتاعي للأسبوع هيأثر جدا من الوقت، هنجز جامد قوي بالذات للناس اللي بتشتغل او الناس اللي عندها اطفال وما عندهمش وقت كتير او وقت ان هم يطبخوا. ممكن الحاجات دي نشوي، يعني انا بعمل الحاجه الاربع ايام مثلا، هشوي الفراخ بتاعتي، هشوي اللحمه بتاعتي، لينا حته من اللحمه دي
البروتين بتاعنا هيكون قد كده، عندي النشويات هتكون قد كده، فدي لازم احنا نبقى عارفينها، وعندي الخضار بتاعي هيكون قد كده، فاحنا لازم نبقى عارفين الايدين كويس قوي، وده اللي هنقيس بيه الوجبة بتاعتي الكاملة، الخضار قد كده، البروتين قد كده، والنشويات قد كده. اهو بصوا زي ما اتفقنا، احنا مش عايزين نقول ان اكل الصحي اكل طعمه مش حلو، الكلام ده غلط. الاكل الصحي هنعمله بطريقه حلوه، لان عندنا كل المقادير الحلوه ربنا انعم علينا بيها، سهلا نعرف نجيبها، البصل، الخضره، اي نوع من انواع الخضره عندنا بتدي طعم وبتضيف نكهه حلوه جدا، ممكن نستخدم قليل من كل حاجه، ده هينزلنا جامد في الوزن. نحاول نتجنب ان احنا نتغدى او نتعشى بره البيت، لان غصب عننا بناكل واحنا مش عارفين ايه المقادير اللي محطوطه جوه الاكل، وطبعا بره بيضيفوا الحاجه عليها. نستنى اخر تشويحه، ومش عايزه اتكلم بقى طبعا كتير عن المحظوظين معانا ان شاء الله، وهيطلعوا معانا ان شاء الله في البرنامج، يجوا معايا وينوروني في عمايل ايديا، وهياخدوا مش جوائز، هي ريورد يعني زي مكافآت حلوه بطريقه دلع لذيذ، علشان تعبوا. وطبعا احنا الجائزه الكبيره لينا ان احنا نكون وصلنا للوزن اللي احنا عايزينه، بس برضو عشان نشجع بعض لازم يبقى في زي حافز، فانا بحفزكم ان شاء الله، ثلاثه هيتدلعوا، هنعمل لهم حاجات لذيذه جدا وهيتبسطوا قوي قوي معانا. اهو نبدا بقى نحط مع بعض المقادير بتاعتنا، هنحط ربع كوبايه لبن خالي الدسم، وهنحط معلقه صغيره من الكريمه، معلقه صغيره من الكريمه. اوكي عندنا الكريمه اللايت، نحط الليمون بقى بتاعنا اهو، الليمون هنحطه على حسب احنا بنحبه يبقى قد ايه. اوكي وهسيبها بقى ايه تغلي غلوه، وممكن لو عندي الطاسه عملت لون استغنى خالص عن الصويا صوص، لقينا ان احنا حابين شويه نديها لون ومش هنضيف الملح، يبقى هنحط الايه الصويا صوص اللايت قليل جدا، برضو حوالي معلقه صغير اهو، برضو بتدي لون حلو جدا كده. عندي هي خلاص استوت، ونقدمها ممكن مع البطاطس القورمة، نكون حاطينها في الفرن من قبلها تتشوي، نقدمها مع بعض. نطلع فاصل وارجع لكم ان شاء الله بالوصفة التانية. ورجعنا لكم بعد الفاصل، نبدأ مع بعض الوصفة التانية معانا، وهي سلطة الديتوكس. هنعمل مع بعض الخس، البروكلي المسلوق نص سلقة، معايا الجزر، بذور عباد الشمس، عندي البقدونس والكرفس، ومعانا اللوز المحمص الني يعني مش مملح، ومعايا الصوص بقى بتاعه هيكون الجنزبيل، الليمون، الخل، العسل والمستردة. نحطهم في حاجة حلوة جدا، حاجة كبيرة، ونحس ان هي أكلة هتشبعنا وهتملى بطننا وهتبقى حلوة جدا، ومش هنقعد نقول ان دي سلطة ودي لا، احنا هنعمل أكلة حلوة قوي وطعمه يطلع معانا كمان جميل صحي، والصوص بتاعه يكون حلو قوي. كده وهنحط البذور، خس، بروكلي، جزر، لوز محمص ابيض يعني مش مالح يعني كده، وبذور هنحط هنا
عباد الشمس هنحط الجنزبيل، الليمون، الخل، ونص معلقة من العسل، ونص معلقة من المستردة، نص معلقة صغيرة، ونص معلقة صغيرة، ونقلب كويس قوي، ومعاهم رشة زيت زيتون صغيرة. طبعا الديتوكس من الحاجات المهمة جدا ان احنا نعملها، وياريت يا سلام لو نعمل دي كده سلطة في اليوم، ونعمل معاها مشروبات طول اليوم الديتوكس بتاعت حرق الدهون، يعني نخليها يوم في الاسبوع، بتطلع حلوة جدا وبتجيب نتيجة هايلة. وممكن نعمل كمان العصير بتاع الديتوكس، بيكون حلو جدا، بيكون الخيار مع استنوا ثانية، خيار والكيل والسبانخ، خيار كيل سبانخ الليمون، بتضربوا مع بعض بيطلع، والبقدونس اسمه الديتوكس الأخضر، ده بيكون عصير بيتعمل لو يا سلام نعمل في يوم كله كده، نعمل السلطة دي ونعمل معاها العصير ده مع مشروبات الديتوكس اللي احنا بنعملها. اعملي بقى من الصبح او تلجي شوية تلج وحطي معاهم المية مع الخيار والنعناع والليمون واشربيها طول اليوم، دي بتنقي جدا وبتنزل الدهون السامة اللي عندنا مع السلطة والعصير، يعني نخليه يوم كده كله مشروبات مع السلطة بتاعت الديتوكس. نعمل مع بعض الفطار، عندنا بقى الفول، يلا تعالوا بقى نعمله كده بطريقة لذيذة وسريعة. هحط شوية زيت ذرة خفيف، هحط الفول، وهحط رشة صغيرة من الملح وفلفل، ومعايا الليمون والكمون، وطبعا شبت بقدونس كزبرة والكمون والليمون. يلا كده، وتعالوا بقى ايه فطار جميل، ناخد منه 3 معالق مع ربع رغيف بلدي او عيش سن او توست بني اهو كده، احنا حطيناهم مع بعض. هنحط معاهم العيش، يلا كده عملنا مع بعض 3 وصفات حلوين سهلين سراع. اول وصفة معانا كانت البيكاتا، عملنا بيكاتا بصوص الليمون، سهلة سريعة خفيفة، جنبها هناكل بطاطتين صغيرين من البطاطس القورمة مش البطاطس الكبيرة. عملنا مع بعض سلطة الديتوكس، وقلنا على مشروبات للديتوكس نعمل بيها يوم كامل، وعملنا مع بعض الفول بالكزبرة والبقدونس والليمون. أتمنى تكون وصفات سهلة سريعة، إن شاء الله بعد 60 يوم نوصل للوزن المثالي اللي احنا عايزينه، وكمان وكمان نستفيد مع بعض بالهدية الجميلة اللي إن شاء الله هنقدمها لـ3 من الفايزين. استنوني في حلقة جديدة من عمايل إيديا، وبعتولي كل أسئلتكم على صفحة البرنامج عمايل إيديا على الفيسبوك وإنستجرام. باي باي. Thank you.
موسيقى.